الو، اتفضل. السلام عليكم استاذ وليد. اتفضل يا سيادة السلام عليكم المعلم. استاذ وعليكم وليد، السلام، اتفضل. ان شاء الله بخير. حبيت اسال عن 3 ايات اذا يكون خاطرك يمي. الايه الاولى قوله تعالى: ونريد ان نمن على الذين يستضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه، اللي في سوره القصص. هذه الايه مفهوم لها مصداق على ارض الواقع لو ما لها مصداق؟ هسه بغض النظر عن المسميات، احنا الان عندنا مفهوم الامامه. والايه الاخرى: يوم يدعو كل اناس بامامهم. بعض الاراء انه بامامهم يعني بكتابهم، اخو القران يقول بكتابهم، يوم يدعو كل اناس بكتابهم. والايه الثالثه معلش سياده قوله المعمم، معلش تعالى سياده المعمم، خلينا بس في اي ايه. الله يبارك في عمرك، بلي خلينا في اي ايه. تمام، بلي بلي واحدة واحدة بس. أنت عايز إيه من الآية الأولانية؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. نعم، هي وردت: ونري فرعون وهامان وجنودهما. هذه صح وردت، هي الآية في سورة القصص تتكلم عن قصة موسى وفرعون، إلا أنه جاءت المفردة بالاستقبال لا بالماضي، يعني مو مننا، مثل اكو ايات مثلا وجعلناهم ائمه، هنا ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، يعني الايه حاكيه لما بعد وليس لما قبل. واضح الصوره؟ واضحه الصوره لديك جنابك الكريم؟ واضحه. يعني لا يعني انه نعم قد شملوا اللي بعد موسى بالائمه، لانه لا يعني انه اكو مفهوم على ارض الواقع الله عز وجل يمن على أناس مؤمنين أتقياء يجعل عليهم أئمة. أيوه. والآية الأخرى يوم يدعو كل أناس بإمامهم. والآية اللي قبلها أكو في سورة في بداية الإنزال: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. الله عز وجل في بداية الدعوة ذكر على أنه دعوة الرسول لا تختلف عن دعاوي الانبياء والرسل السابقين من حيث المبدا، يعني كيف دعوه موسى عند بعث الله. بس خلينا بس في اي ايه يا سياده المعمم، خلينا بس في اي ايه، خلينا في اي ايه بالاستاذ الله عز وجل يقول: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين، صح؟ صح، جميل أوي. أنت بتقول أن الآية لا تتكلم عن السابق ولكن تتكلم عن اللاحق، صح؟ بلي واضح أستاذ. ما معنى نجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين؟ ما معناه؟ كلمة الأئمة هي جمع إمام يا باشا، والإمام مقتدر. لا يا باشا، الله عز وجل دلوقتي هياخد مجموعة من الناس ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين، ما معنى يجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين؟ إيه، قلت لك أنا كلمة أئمة هي جمع لإمام، الإمام القدوة العالية على الناس من حيث التقوى ومن حيث العلم، ولا مو عامة الناس، ولا هي أمر طبيعي الناس كلهم بالأخير هم وارثين، بس هي وراثة يتكلم عليها القرآن. الوراثة يعني مثل يعني هو يجعلهم أئمة بس، يعني معلش هم دلوقتي ما معنى إرث الأرض؟ أي معناها أنه يكون خليفة على الأرض، صح؟ أحسنت، حلو أوي، جميل أوي. طب إيه رأيك لو حضرتك أنت وضعت الآية دول الآية دي على 12 إمام، جعلت الله عز وجل يتصف والعياذ بالله بالجهل. لماذا؟ نقرأ الآية اللي بعد قبليها عشان نعرف ما المقصود بإيه، بإرث الأرض، وما المقصود بكلمة الإمام، صح؟ صح. حضرتك نقرأ الآية، الله عز وجل يقول إيه: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم واستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى هو كان بيستضعف مجموعة، صح؟
صحيح سيادة المعمم، معمم مشي شكله. ألو معايا هو على فكرة لسه. طيب على العموم لو سمعني سمعني، ما بيسمعنيش خلاص. يبقى هنا الآية بتتكلم على أن فرعون علا في الأرض، أي أخذ رئاسة الأرض أو خلافة الأرض. طب هل هي الأرض عامة؟ لا مش عامة، واحنا بنتكلم على منطقة واحدة بس اللي هي مثلا مصر، فهو علا في الأرض أي علا على مصر مثلا، تمام. فهنا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، يعني هيتم الايه الاستبدال، استبدال من بمن؟ استبدال الذين استضعفوا بالذين علوا، فيكون الذين استضعفوا مكان الذين علوا، يعني هيكون ليهم الحكم. طيب شلون؟ هنا بقى نقول من من الأئمة جعله الله عز وجل وارثا للأرض، أي حكما على الأرض، أي حاكما للأرض. مين؟ اديني إمام واحد عندكم حكم الأرض والله عز وجل أورثه الأرض، ادوني واحد بس. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية هو سكر النقطة الثانية ألا وهي ونريد أن نمن. يبقى هنا مسألة جعل أئمة في الأرض يرثون الأرض من من الله، هناك فرق بين المن من الله والفرض على الله. وضحت يا إخوانا؟ المن من الله أي من الممكن أن الله عز وجل يجعلهم وارثين، وممكن ما يجعلهمش ولا أئمة ولا وارثين، وممكن يجعلهم أئمة ويجعلهم وارثين، ده المن. يعني ليس فرضا على الله، يعني احتمالية ممكن ومش ممكن. طب هل هو الشيعي ده يحتمل الاحتمالية دي؟ لا طبعا. الشيعي للأسف الشديد أول ما بيسمع كلمة أئمة في القرآن بيلهس عليها، بيجري عليها، بيجري عليها، عايز أي حاجة تنصر دينه خلاص. ولذلك ده اللي احنا بنقول عليه ايه؟ فقر في الأدلة، فقر في الأدلة. نعيدها تاني، نعيدها تاني. بص يا أخوان، الآية بتتكلم على أن فرعون علا في الأرض، أهي كلمة الأرض أهي، تمام، أن فرعون علا في الأرض، فلما علا في الأرض وأصبح له رئاسة الأرض، يعني مثلا رئاسة مصر، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، تمام. طيب هنا بقى الله عز وجل سنة الاستبدال اللي هي إيه؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. يبقى إيه؟ نجعلهم الوارثين، صح كده؟ طيب هنا بقى، هنا كلمة إرث الأرض معناها سلطان الأرض، يعني معناها هيبقى حاكم على الأرض، معناها هيبقى حكام على الأرض. الذين استضعفوا دول هيبقى حكام على الأرض وهيبقوا أئمة. طب لو جينا طبقناها على الشيعة، ولا واحد منهم أصبح له إرث الأرض، لأن الآية بتقول ونجعلهم ونجعلهم ونجعلهم، تمام. ما فيش واحد من الأئمة عندهم أخذ إرث الأرض، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هنا المن من الله عز وجل من الممكن أن يحدث وألا يحدث، يعني ممكن يحدث في زمن وممكن ما يحدثش في زمن تاني. لذلك سبحان الله القرآن دقيق جدا، القرآن دقيق جدا. تعرف يا أخوانا لو أن المن هذا فرض على الله لكان واجبا على الله أن يستبدل دائما الملك الذي يعلو بالظلم بالمستضعف، ولكن كده كلمة نمن يعني من الممكن أن تحدث، أي يمن الله عز وجل، زي الصدقة بالضبط. الصدقة غير الزكاة،
الصدقة غير الزكاة. الصدقة من، الصدقة من منك، تمام، من منك دي الصدقة، إنما الزكاة واجب عليك. فكذلك المن هنا من الله عز وجل، يعني من الممكن أن الله عز وجل يمن وألا يمن. هنا نسأل الشيعي ونقول له طيب هل هي الآية دي واجب على الله؟ واجب على الله؟ إن قال واجب على الله نقول له ما شفناش إمام الله عز وجل أورثه الأرض أو جعله خليفة على الأرض، تمام؟ فالله المستعان. يلا خير إن شاء الله. الله ربنا يهديهم وما يجعلهم زي فرعون متكبرين.